بسم الله، أخوكم الملازم والمعاش محمد صديق إبراهيم. وكلامي ده بس زار أوضح مشكلة الناس سألوا منها كثير، وفي لغط كثير في الموضوع ده، وعشان الناس تكون عارفة الحاصل وعارفة تفاصيل القصة شنو، عشان ما يزول يفتي عليه كيفه على حسب رأيه في راسه. طيب، المشكلة بتاعت الشرطة أو مشكلة بتاعت قسم البوليس بتاع الحاج يوسف، الحصل كالآتي: يوم 17/3/2019 قبل الثورة، قبل يوم مشكلة القيادة ب 23 يوم أو 24 يوم الصباح، أنا ماشي بالزي المدني ماشي الشغل، وكان في المواصلات والناس كلها بتتذكر الحاجة دي، وما زالت لسه في الصعوبة بتاعت المواصلات، الناس بتكون متجمهرة وقاعدة والراجين يركبوا المواصلات والحفلات. كان في بعض السائقين يعني بتعززوا في التعرفة بتاعتهم، وأنا دار أمشي بكده، حتى المحطة كان بيقسمها وبيجزيها لكم جزء، يعني ما بيمشي وان جو المحطة بتاعته. المختصر المفيد، ركبنا مع بتاع الحافلة ونحن ماشيين، لما نجي يخلص مننا زاد التعرفة مرتين، يعني هي كانت 10 جنيه، قال لا 30 جنيه. الناس بدوا يجوطوا معاه وبدوا يزالوه، كيف 30 جنيه وده استغلال منك واوا. لما حصلت الجوطة وبدت المشاكل، أنا بصفتي كمواطن وبصفتي كضابط في الجيش، عشان أتفادى المشكلة الحاصلة في الحافلة، اتكلمت مع السواق قلت له: يا أخوي يا أخي خلاص انت من محلك ده، طالما إنك ما دير تسمع كلام الركاب الراقبين معاك ديل، أمشي القسم، أروح كالقسم للقانون، خليه يتفاهم معاك، نشوف كلامك ده فعلا صح ولا غلط. رجعنا من محلنا، وكلامي اللي انا بقوله ده في شهود كانوا حاضرين الموقف ده، وجبتهم فيما بعد في مجلس التحقيق اللي دعم لي في وحدتي في الجيش، وقاعدين الان ومتواصلين معاي، وممكن هم ذاتهم يطلعوا لايف ويشهدوا بالكلام ده. الشيخ هذه مشينا القسم بالزي المدني، طلعت بطاقتي، عرفت نفسي لناس القسم وضباط القسم، وريتهم معاكم ملازمو محمد صديق يدعم على كده كده كده. يا اخي قلت لهم الحصل كالآتي، شرحت لهم القصة، يعني حكم انه انا ضابط جيش ده كل المشكلة الاساسية خلوها، يعني بيجوا بيتكلموا معاي وبيجرجروني في الكلام وبيتواكدوا علي، دي لي حساسية يعني ما وسنا ولا تعزينا من احنا ما قبل ما نخش الجيش ده، من قمنا صغار لقينا فيه يعني حساسية عادية بتحصل بين الشرطة وبين الجيش، وتاني فيما بعد الناس بتجي وبحق الزمالة وبكونوا قاعدين والشغل ماشي، يعني ما هو القصة قصتي دي ولا هو الاحتكاك بين ضابط جيش وناس البوليس مشكلة محمد صديق ده الليلة. الحصل كالآتي: الضباط ده قال لي: يا أخي ما بنفتح لك البلاغ هنا. قلت له: وين جدا؟ أنا ما قلت له، بس الناس بيقولوا لي قالوا أنت قلت أحبسوا السواق. أنا ما من حقي أقول أسجنوا السواق، أنا لو بقول أسجنوا السواق كان سكت وديته محل سجن عديل، كان دخلته بالقوة، أنا وديته للقانون عشان يجيبوا لي حق المواطن المسكين المعاي وحقي انا كمواطن من قبل ما اكون ضابط. في النهايه بقينا نتناقش مع الضباط والملازمين، الملازمين اوائل اللي كانوا قاعدين، بعد شويه النقاش كتر وجا مدير القسم برتبه مقدم، وهو الان عارف نفسه منه وهم عارفين نفسهم منه، وبقوا يتناقشوا معاي. النقاش من شده ما شده، في النهايه لما المواطنين الركاب الحاضرين الموقف ده وهم يشهدوا اسي قدام ربنا سبحانه وتعالى للكلام اللي حصل، وقفوا قدامنا بيجوا يحجزوا فينا، ان احنا كقوات نظاميه، ديل ضباط البوليس كلهم يتلموا، ضباط الشرطه على ضباط الصف على الجنود اللي كانوا في القسم كلهم يتلموا. صراحه الاسلوب كان اسلوب بذيء واسلوب مستهتر شديد، يعني انت في النهايه ده مع اخوك وزميلك يتعامل معاه، وين حق الزماله؟ وين حق القانون؟ وين حق الانصاف؟ خليني من انا ضابط جيش. الحصل كالاتي: في النهاية المقدم مدير القسم قال لي: يا ما تعمل لنا جوطة هنا يا ملازم أول، وأطلع لنا برا القسم وأعلى ما في خيلك أركبه. ده الكلام اللي قاله لي مدير القسم، ضباط كانوا معاه. طيب أنا جيتك أنا كزميل وكمواطن وقلت له: يطلع برا القسم ده، ما بفتح لك بلاغ، وأعلى ما في خيلك أركبه. أنا صراحة في وقتها الموقف ده كان موقف استفزازي بالنسبة لي كضابط جيش. تصرفي كان كالآتي: مشيت لبست كاكي، ودي حاجة أنا بحترف بها، لبست كاكي وجيت راجع القسم واتصرفت معاهم بنفس التصرف، هم طردوني من القسم، أنا ضابط طردوني من القسم، أطلع برا القسم وأعلى ما في خيالك أركبه.
انا في النهايه كانت رده فعلي كالاتي، مشيت وجيت الراجع بيكاكي، وردت فعلي معاهم كانت في القسم، بحترف انا بالحاجه دي، اتعاملت معاهم وضربتهم. لكن بعد مشكله الضرب اللي حصل شنو؟ حصل الاتي، رجعت وحدتي لقيت قائد المنطقه، قائد الفرقه وكتر راجني، اتخذوا معايا الاجراءات القانونيه، خدتوني في الايقاف لمده بتاعت 12 او 14 يوم. في النهايه عملوا مجلس تحقيق، مجلس التحقيق الان قاعد وفي صوره من مجلس التحقيق. في نهايه مجلس التحقيق كان راي المجلس انه يا اخي ضباط الشرطه التعامل بتاعهم كان تعامل غير موفق مع الملازمون محمد الصديق، لكن في النهايه برضه غلطوني وانا قبلت الغلط ده، انا ما صرفت تصرف وانا قدره. اتصرفت تصرفي ده وانا بعترف به وانا قدره، اتعاملت كده عشان انا قبيل من البدايه واقف مع المواطن المسكين ده. انا جيتك لمشكله، انت خليت المشكله الاساسيه بقيت بتتواكد علي بس عشان انا ضابط جيش جبت لك زول ظالم لناس في الشارع. تمام، المجلس التحقيق اللي حصل في نهايه مجلس التحقيق حكموني بلاتي، دوروني مكتب ناس الجيش بيعرفوا الكلام ده، دق البروجي في الفرقه والفرقه التاسعه كلها تشهد بالكلام ده، دق البروجي ودوروني مكتب لقائد الفرقه، وكان الجزء بتاعي في المكتب مكتب نصيحه، ويتخطت الحاجه دي في ملفي في شؤون الضباط. تمام، دي حاجه مفرغه وانتهت. الكلام ده قبل مشكله القياده بالضبط ب 23 يوم. نزلت شغل عادي بعد ما ادوني الجزء بتاعي وطلعت من الايقاف، نزلت شغل عادي، يومي بمشي الشغل وبجي راجع، احد ما احداث القياده اتطورت والناس جات وقفت قدام القياده. وفي يوم 9/4 حد ما حصل الموقف الناس كلها عارفاه وشي حصل له، يعني الحمد لله نتيجة لشعور الزول اتجاه بلده واتجاه اخوانه واخواته الناس اللي كانوا قدام القيادة والاضطهاد اللي كان حاصل لهم. الحمد لله ما محتاج افسر الحاجة دي لانه انا بعلم نيتي كانت قدام ربه سبحانه وتعالى وما زالت كلها بكل حسن نية وبكل تجرد لهذا الوطن. وفي النهاية الشيء حصل هسه هم في النهاية قالوا عنده كان مشكلة مع البوليس. طيب انت لو بتتكلم بالقانون، انت قبل سنة وحاجة ما خطيتني في الايقاف وعملت مجلس تحقيق واديتني الجزء بتاعي وخطيته في ملفي، ما في زور في القانون ده. دي الحاجة كان انا اصريت اتكلم فيها داير في راسه، ما هي خلاص بعد ده اساسا المزالة بقت مزالة بتاع اطلقت. وفي النهاية انا والله اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اي زول يعني قلت الكلام او بينشر في حاجه هما متاكد من مصداقيتها وعارف الاجنده والاهداف الدارسة لها وشنو. في النهايه انا بقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.